مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. رئيس الجمهورية يتوجه إلى منتجع شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ الدولي. رئيس الجمهورية يرعى مناسبة اليوم العالمي للكاتب الإفريقي. بايدن وأوباما وترامب في ولاية بنسلفانيا قبيل انتخابات التجديد النصفي. أهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقيلي اليوم أرض الوطن، متوجها إلى شرم الشيخ للمشاركة فعاليات قمة التغير المناخي السنوي للأمم المتحدة. وكان في وداع رئيس الجمهورية لدى مقادرة أرض الوطن معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، ويشارك نحو 30,000 شخص في القمة التي تستمر لأسبوعين. هذا وتنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ الساحلية التابعة لمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر فعاليات مؤتمر المتحدة للتغير المناخي COP27 بمشاركة دولية واسعة على أن تستمر حتى 18 من الشهر الجاري. وأصدرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر السبت بيانا أوضحت فيه أن المؤتمر يتضمن 3 فعاليات رئيسية. وتناقش القمة مدى تنفيذ اتفاقية باريس وكيفية تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات، كما سيناقشون قواعد الآلية التي تسمح للدول بتحقيق أهدافها من خلال تمويل مشاريع حماية المناخ في الخارج. للتغير المناخي آثار جسيمة على حياة المجتمعات الريفية والحضرية، ولا سيما فيما يتعلق بالجفاف والتصحر. نتابع هذا التقرير الذي يتناول الآثار السلبية للتغير المناخي. منذ عام 1950 نتيجة للأنشطة البشرية تزايدت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أدى إلى تعزيز تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي وزيادة درجة الحرارة على الأرض بمقدار 0.7 درجة مئوية. وبحسب التقديرات الحالية فإن هذه الظاهرة ستزداد أكثر في العقود القادمة، وقد تم بالفعل الشعور بالآثار الأولى لهذا الاحتباس الحراري. منذ عام 1980 تراجعت الأنهار الجليدية بمعدل 20 إلى 30%، وتشير التقديرات إلى اختفاء 75% من الأنهار الجليدية بحلول عام 2050، وتخزن الأنهار الجليدية للمياه من هطول الأمطار خلال الشتاء وتطلقها تدريجيا خلال فصل الصيف. خلال فترات هطول الأمطار يؤدي هذا إلى المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية. إذا زادت درجة حرارة الأرض ترتفع درجة حرارة المحيطات، أيضا تتوسع المياه أثناء تسخينها، مما يعني أنها تحتاج إلى مساحة أكبر، ونتيجة لذلك فإن المحيطات تفيض وتغرق المناطق الساحلية، وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية. في بعض المناطق يتناقص هطول الأمطار وتصبح المساحة أكثر جفافاً بل ومهددة بالتصحر في بعض الأحيان. من ناحية أخرى تشهد مناطق أخرى زيادة في هطول الأمطار مما يسبب في حدوث على مستوى آخر. نشهد بالفعل زيادة في ظواهر الطقس غير العادية وحتى شديدة الجفاف أو العصير، وتشير التقديرات إلى أن عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ قد تضاعفت 4 مرات خلال 20 عام الماضية. الأمين العام للأمم المتحدة يرسم صورة مقلقة للوضع، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
أن مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة للمناخ المعروف اختصارا باسم الكوبا ظلت منذ عام 92 أهم اجتماع للمجتمع الدولي في مواجهة تحديات تغيير المناخ. ومنذ مؤتمر المناخ الثالث في عام 97 وبروتوكول كيوتو التزمت الأطراف الموقعة على مؤتمر ريو الإيطالي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير، ولكن للأسف النتائج لم تصل إلى المطلوب. And achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. وفي شهر ديسمبر من عام 2015 نجح مؤتمر المناخ 21 في باريس في اعتماد اتفاقية مناخية دولية ملزمة قانونا تبناها 196 طرفا تهدف إلى الإبقاء على الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومن أجل تحقيق حيادية الكربون، وعلى وجه الخصوص لمنح المساعدات للدول النامية. ولكن لسوء الحظ لم تحترم بعض الدول شروط مؤتمر المناخ 21. من جانبه أشار فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي أنه يجب أن تستمر الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك للحد من تأثيرها على السكان. وأضاف فخامة رئيس الجمهورية أن مؤتمر شرم الشيخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بشأن تغيير المناخ فرصة للبلدان للوفاء بوعودها والتزاماتها من أجل زيادة تجسيد اتفاقية باريس ودفع الاستراتيجية العالمية لمحاربة الاحتباس الحراري بشكل أوسع. إذا لم يتم فعل أي شيء في أقل من نصف قرن في شرق إفريقيا والشرق الأوسط فسيكون من المستحيل على البشر البقاء على قيد الحياة بسبب درجات الحرارة الشديدة التي تسببها غازات الاحتباس الحراري الضيقة. إن التصحر واستنفاد التربة والجفاف والفيضانات والظواهر المناخية هي بالفعل مخاطر متكررة على سكاننا في ذروة إمكانياتهم التي غالبا ما تكون ضئيلة. سيداتي وسادتي، نعلم أنه لا يمكن الانتصار في مكافحة تغيير المناخ إلا إذا اتخذنا تدابير صارمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة، ولكن أيضا المتباينة. إن البلدان المتقدمة مسؤولة تاريخيا عن الاحتباس الحراري ولديها قدرات تكنولوجية ومالية كافية، ويجب أن تكون هذه البلدان بمثابة نموذج للحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالمثل يجب على البلدان النامية أن تتحمل نصيبها عن المسؤولية، ولا توجد حجة اقتصادية يمكن أن تبرر تعريض كوكب الأرض للخطر، لأن النمو الحالي والثروة المادية ستكون في حدها الأدنى في مواجهة التكاليف المرتفعة لكوارث المناخ. رعى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الأحد باليوم العالمي للكاتب الإفريقي، وذلك في أروقة قصر الشعب. وحظي رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي لدى وصوله إلى قصر الشعب باستقبال حار وحفاوة بالقة من قبل معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ووزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبة مؤمن. وجرت هذه المناسبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبمشاركة شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، إضافة إلى أعضاء سلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جيبوتي.
وجمعت هذه المناسبة كتابا قدموا من بلدان إفريقية للمشاركة في هذا الحدث الإفريقي. هذا ويولي رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي اهتماما خاصا فيما يتعلق بتعزيز الثقافة الإفريقية والفنون الإفريقي، إذ يدعم الكتاب الجيبوتيين في العديد من المجالات. جمعت هذه المناسبة أفضل كتاب القارة الإفريقية احتفالا باليوم العالمي للكاتب الإفريقي. رئيس الجمهورية ألقى كلمة ضافية أشار فيها إلى أن الكتاب الأفارقة ساهموا بشكل فعال في إيقاظ همم الشعوب الإفريقية لمواجهة الاستعمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les responsables du نجتمع اليوم لاحتفال باليوم الدولي للكاتب الإفريقي مع رابطة الكتاب الإفريقية. كانت إفريقيا أم الإنسانية ضحية للعبودية الاستعمار ولتحرير نفسها من تداعيات الاستعمار، دفعت إفريقيا ثمنا باهظا. ساهم الكتاب الأفارقة من خلال أقلامهم والتزاماتهم في إيقاظ القومية التي كانت ضرورية للمقاومة استبعاد الشعوب الإفريقية. اليوم الكتاب يطلعون في العالم يتغير باستمرار، يتحملون مسؤولية في إيقاظ تمييز السكان من خلال إنتاجهم الأدبي. من ضروري إيقاظ الثقة بنفس واحترام الذات بين الشعوب الإفريقية ومشاركة في بناء رؤية مشتركة لتنمية القارة. منذ مؤتمر الأدب الإفريقي في أوغندا في يونيو عام 1962 وحتى اليوم في جيبوتي، أصبحت رابطة الكتاب الأفارقة جزءا من هذه الديناميكية. هذا وهو السبب في أن رابطة الكتاب الأفارقة تستحق التشجيع والدعم الصانعي السياسة أفارقة. نحن نشجعكم وندعمكم في التزامكم بمحو الأمي وتعزيز الآداب باللغات الإفريقية وترجمة الأدب الإفريقي. في السنوات الأخيرة أثر جائحة كوفيد-19 على الفنانين والكتاب ووضعهم في ظروف معيشية معقدة إلى حد ما. عزز كوفيد-19 أيضا أهمية التقنيات الجديدة لإبداع الأدبي ونشر الأدب الإفريقي. اعتمد الكتاب والناشرون أساليب جديدة واستفادوا بشكل كامل من تقنيات الجديدة. هذا يدل على أهمية الموضوع المختار لاحتفال باليوم الكاتب العالمي، يعكس هذا الموضوع الواقع المعاصر للعالم اليوم. نحن ندرك أهمية هذا المؤتمر ونطلع إلى النتائج وتوصيات مهمة جدا. شكرا على حسن انتباهكم. هذا وقامت رابطة الكتاب الأفارقة بتكريم رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي بوسام الراعي العظيم للأدب والفن الإفريقي. وتأتي تكريم رئيس الجمهورية بهذا الوسام تتويجا لجهود الحثيثة لترقية الثقافة والفن الإفريقي خلال العقود الماضية.
استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقيلي في القصر الرئاسي اليوم وزير التجارة النيجيري السيد الكاش الهدى. وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس قيلي بالوزير النيجيري في جيبوتي متمنيا له بطيب الإقامة. وخلال المناسبة تسلم رئيس الجمهورية من نذيره النيجيري دعوة رسمية للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول التصنيع في إفريقيا والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة القارية. وستركز هذه القمة على الروافع التي يمكن أن تعزز التصنيع في إفريقيا. وفي ختام اللقاء قدم وزير التجارة النيجيري أوافر شكر والعرفان لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمرقيلي على حسن استقباله وكرم الضيافة. وجرت هذه المناسبة بحضور رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف. وزير تجارة النيجر أشار إلى أنه سلم رئيس الجمهورية دعوة رسمية من قبل نذيره النيجري للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول التصنيع في القارة السمراء. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh. لقد تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وذلك بصفتي مبعوثا من الرئيس النيجيري والذي كلفني بنقل رسالة إلى نظيره الجيبوتي هي عبارة عن دعوة رسمية له للمشاركة في 27 من نوفمبر الحالي في نيامي عمل قمة رؤساء الدول حول التصنيع في القارة السمراء وحول المنطقة الحرة القارية. كما تعلمون فإن هذه المنطقة قد دخلت حيز التنفيذ، وأود بهذه المناسبة أن أشيد الرئيس إسماعيل عمر رجيلي على الجهود المقدرة التي بذلها في سبيل ذلك وعلى مشاركته في إطلاقها خلال قمة نيامي. بدوره أوضح رئيس الدبلوماسية الجيبوتية السيد محمود علي يوسف أن النيجر تشكل رائدا في مجال التنمية، مشيرا إلى أن النيجر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. ministre du commerce de la République du Niger donc était porteur de message du président Bassoum adressé au président Guelleh. إن وزير التجارة النيجيري كان يحمل رسالة من الرئيس النيجيري موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. أعتقد أن نيجر تشكل دولة رائدة في مجال التنمية وتنفيذ معاهدة إنشاء منطقة التجارة الحرة الدولية الإفريقية زيليكاف، وهي بلد ديناميكي فيما يتعلق بإبرامي الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة. وأعتقد أن الوقت قد حان لأن تقوم القارة السمراء بتطوير تجارتها الداخلية والبينية وتنمية الشراكة مع الأطراف الأخرى، إذ هي سوق لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، فلم يتم استغلالها من قبل الأفارقة ولا سيما من قبل المستثمرين كما ينبغي. وبالتالي فإن بلدا مثل النيجر والتي قطعت شوطا في هذا الحقل تستحق التقدير والإشادة على التزامها لصالح قارتنا السمراء. هذا هو محور المحادثات التي أجراها الوزير النيجيري مع فخامة رئيس الجمهورية. وفي شأن العلاقة الجيبوتية الصومالية استقبل رئيس الوزراء الصومالي السيد حمزة عبدي بري الفريق الدبي الجيبوتي الذي أرسلته جيبوتي لمساعدة المؤسسات المصابين المصابين الصوماليين. وفي مستهل اللقاء رحب السيد حمزة عبدي بري بالكادر الدبي الجيبوتي، ويضم الفريق الطبي الجيبوتي 20 طبيبا أخصائيا. وقدم رئيس الوزراء الصومالي وافر الشكر والعرفان لحكومة جيبوتي على هذا الدعم والمساعدة اللامحدودة التي تقدمها جيبوتي للصومال. والآن نتابع كلمة رئيس الوزراء الصومالي. الشكر لرئيس جمهورية جيبوتي سيد إسماعيل عمر جيلي ولحكومة جيبوتية وشعب الجيبوتي الشقيق، وأنهم دائما إلى جانب الشعب الصومالي في محنته. اليوم جاء إلينا لأجل مساعدتنا وبحوزتهم معدات طبية متنوعة ومنها الإنسانية
إضافة إلى ذلك أطباء متخصصين. لذلك نقول ليس هناك ما ينقص لشعب الجيبوتي لوقوف إلى جانبنا، وأنهم زاندونا في هذا الوقت الصعب، وأن الجيبوتي قدمت ما يمكن أن يقدم أخ لأخيه، ولا يمكن أن ننسى ذلك. وأن حكومة الصومالية التي تعمل اليوم والتي رأيتموها لولا الله سبحانه وتعالى ثم جهود جيبوتي والرئيس اسماعيل عمر أجيلي لم تكن موجودة وملموسة في هذا الوقت، ونشكر لكم ذلك، وشعب الصومالي يحمل لكم هذا الجميل. وأن مساندة جيبوتي لإخوانهم في الصومال جاءت مرة بشكل سياسي، وهي مصالحة الصومالية في عرطة وفي العاصمة، ومرة أخرى جاءت بشكل عسكري، وهي بعثة تأهيل ولال التي قدمت النفس والنفيس لأجل إحلال السلام والاستقرار في الصومال. وعلى قرار ذلك أن الصومال قدمت كل ما يمكن تقديمه لأجل النيل الاستقلال الجيبوتي. هذا وتقوم البعثة الطبية الجيبوتية بإجراء عمليات جراحية للعديد من المصابين والجرحى في مستشفى مدينة في العاصمة الصومالية المقدشو. وتأتي هذه الخطوة استجابة للنداء الذي وجهته الحكومة الفيدرالية الصومالية للمجتمع الدولي للمساعدة في علاج المصابين جراء الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف تقاطع زوبي وسط العاصمة الصومالية مقدشو يوم السبت الماضي. وضمت البعثة نحو 20 طبيبا من بينهم أطباء أخصائيون والعديد من الممرضين والمسعفين الذين يشاركون في العمليات الجراحية. وتدر إشارة إلى أن أكثر من 100 شخص لقوا مشرعهم في هذا الانفجار والذي وقع عند تقاطع سوبي يوم السبت الماضي، وأصيب حوالي 100 شخص. قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو على رأس وفد رفيع المستوى إلى ناحية على عد للوقوف عن قرب حول عملية التحقق من اللاجئين والطالبين اللجوء التي تنفذها الحكومة الجمهورية جيبوتي بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، وذلك في مخيم على عد. وضم الوفد كل من الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين وسلطات المنطقة. وتهدف هذه العملية إلى تحقق اللاجئين أو التحقق من اللاجئين إلى ضمان وتحديث البيانات المسجلة من قبل السلطات المختصة. وفي ختام هذه الزيارة الميدانية تمكنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن من الاطلاع على عمليات التحقق اللاجئين، كما توفر حملة التحقق هذه مساعدة فورية للاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين. ومن هذا المنطلق تقوم المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الحكومية بتوزيع مبالغ مالية خلال هذه الحملة. وتتلقى العائلات المكونة من شخص إلى 4 أفراد خلال هذه العملية مبلغا قدره 11,500، بينما تستفيد العائلات التي تضم أكثر من 5,000 أفراد مبلغا قدره 26,000. أما الكبار السن والأشخاص المصابون بمرض مزمن سيحصلون على 50,000 فرنك جيبوتي دوليا. في شأن محلي آخر، احتضن ملعب حسن جوليدا بيتون يوم أمس مسابقة للعبة الشطرنج المفتوحة في نسختها الثالثة، وشارك في هذه المسابقة العديد من الشباب المنحدرين من مختلف أحياء العاصمة، وبعض الفتية والفتيات من الجمعيات العاملة في بلدية جيبوتي العاصمة. وحضر هذا الحدث العديد من المسؤولين أمثال رئيس الاتحاد الجيبوتي للعبة الشطرنج السيد ياسين سليمان وأعضاء الاتحاد. وتستمر هذه المنافسة لمدة 12 يوما هذا، وسيستطيع الجمهور مشاهدة هذه المباريات والمنافسات حول الشطرنج. قبل 3 أيام من الانتخابات الأمريكية النصفية يسارع الديمقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حد دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وبارك أوباما، إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن إلى ولاية بنسلفانيا الرئيسية. ويظهر رؤساء الثلاثة في تجمعات انتخابية مداخلة قبل عملية الاقتراع الحاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتسلط الضوء على هذه الولاية حيث يتنافس
الجراح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب ورئيس البلدية السابقة جون فيرمان الأسلع الضخم البنية على مقعد بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ. إلى هنا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.